ما عندي أي رغبة أعرف مين ذاته في تجمع المهنيين هسه حاليا، لكن أنا بعتبر إنه تجمع المهنيين هسه مواجه بهجمة مننا لحسابي. دخلت الصادق، جبت الخطاب بتاعه، نزل شنو؟ تجمع المهنيين الليلة واحدة من أسباب نجاحه الأساسية إنه هو بيتبنى في مبادرات عامل الشارع. الطلوع بتاع الحواتة، تجمع المهنيين اهتم بالمظاهرة. الطلوع بتاع الحجوز، تجمع المهنيين دي مبادرات طلعت من الشارع. الليلة تجمع المهنيين في مرحلة أنا بفتكر إنها محتاجة دعمنا كلنا نحن في إنه سلمناك أمرنا ونسخ في الخطاب اللي هو بيجي منه ونوقف القصة بتاعت انتقاداتنا في إنه تجمع المهنيين عمل كده وليه ما البحث عن أخطاء في مؤسسة تجمع المهنيين في مرحلة زي دي حنلقى منها كتير شديد. 30 سنة من القهر والمعاناة بعد ما ضربنا على التعبير دي سنين طويلة شديد، إذا كلها حنمرق قصة في بعض وفي الناس الشايلين همنا وفي الناس اللي بيمثلونا هسه التجمع المهنيين ده حنكسره قبل ما تكسر الحكومه. كل اللي بنحتاجه هسه انا في مرحله زي دي انه اذا شفنا سالب نغض الطرف عنه ونتكلم عن الموجب اللي بنفوت تجمع المهنيين.